عليك بارده يا نور. طب ما انت راضي ده يا راجل والعرض عرضين. امال مين اللي كان بيكسر طوب السجن وحالته تسبع الكافر؟ ده انت عيان بالصحه يا راجل. ما هو بعدم المؤاخذه لازم شويه المسكنه دول عشان نعرف نعيش جوه. نعيش جوه؟ هو انت كنت عايش جوه؟ ده انت كنت عايش جوه وبره ومدورها صفقات مع الكومي. الله بيني لله بقى اللي بوظها. بس كانت شغلانه حلوه قوي والله يا دكتور. انت هتنوحني. ما تخلط في غيرها هو التاني. خلاص يا دكتور. ربنا يبعدنا عنه واحنا اللي متقصدين. بس البركه في ساعتها بقى تشوف لنا اي شغلانه ندور فيها القرشين. او نلحق نعوض شويه من اللي راح. مشكلتك يا نوح. انك قديم. وكل ما بتخرج من السجن بتقدم اكتر. مش عارف تجاري الجو. اقول لك خليك في بتوع الجراليب بتوعك. شغل المحلات وبزنس المدارس اللي بتعملوه. يا دكتور دول ياكلوا مال النابي ويحلوا بالصحابه. وانا شفت منهم شويه. هما لازم فيهم ليه يا اخو؟ بيحكم عشرة السنين والعنابر. بس يا ريت بقى ساعتك تشوف لنا اي شغلانه. حاسين العمليه بقت ناشفه قوي. ماشي. عدى عليها كمان يومين اكون شفت لك حاجة. ربنا ما يحرمنا من سعادتك. بقولك يا نور، أخبار العروسة إيه؟ أنا سامع إنها بتهز علامة دلوقتي. لا دكتور. أنا قلت لها تبطل. لا إيه نور؟ وإحنا نخرجك من السجن عشان تقلي مزاجنا ولا إيه؟ إيه دكتور؟ شوف يا نور، اللي اتجوز رقاصة على حريم لازم يكون واد جامد ومدكر ومطمن. لا انا مطمن. مطمن بس واعجبك. وتعجبني انا ليه يا اخويا؟ ادينا هنشوف. انا عرفت اللي حصل طبعا واستغربت جدا، بس يعني سعادتك ما تاخذنيش في السؤال، هو انت قدمت استقالتك ولا مبروك عليها؟ في مصر اخر حاجه ممكن يجبروك عليها هي الاستقاله. ده لما ما يقدروش يجبروك على حاجه غيرها. افهم من كده ان سعادتك كنت ناوي. بالتاكيد يا اشرف، بالتاكيد. ملابسات التحقيق والتحريات اللي اتغيرت بين يوم وليله، كل دول مش بس بياكدوا اللعب اللي حصل، دول بيفضحوه. انا فاهم طبعا ان موكلك. بس عايز اسالك سؤال صريح يا اشرف، وارجوك جاوبني عليه بصراحه. انت من جواك مقتنع ببراءة جمال؟ جمال قبل ما يكون موكلي هو اخويا وصاحبي. تقدر تقول ساعتها كده يعني عشة عمر. موضوع تفجير الكنيسة ده مش في دماغي اصلا. انا متأكد ان جمال بريء منه. الموضوع اكبر من كده بكتير. واللي ورا الموضوع ده ناس جامدة قوي. الناس دي هي اللي عقدت الدنيا على جمال. وهم برضه اللي حلوها. مين دول؟ ما هو ده السر اللي مصر يحتفظ بيه لنفسه. ده اللي مخليني قلقان عليه اكتر، لان اللي حصل له ده ممكن يحصل تاني، وساعتها الله اعلم ايه اللي ممكن يجرر. اهو اللي عقدوا الحكايه وحلوها زي ما انت قلت هم اللي بسببهم قدمت استقالتي. ده اكيد. بقول لك ايه يا اشرف، عندك استعداد نشتغل على الحكايه دي سوا؟ طبعا يا ريت. اتفقنا. يعني لا عندي دي ولا عندي دي. امال فين يا شوقي؟ التسجيلات دي راحت فين؟ ليه يا فندم ما يكونوش تخلصوا منها؟ تخلصوا منها ازاي؟ في حد يتخلص من طوق النجاة اللي في ايده حتى لو كان في مصيبة؟ يا فندم القلق اللي احنا عملناه حواليهم ممكن يخليهم يفكروا في ده. ليه لا؟ البنت اللي اسمها روبا دي متصورة ان السيديهات اللي تحت ايدها هتوصلها لاخوها. عشان كده مش هتتخلص منها. خليها لغاية ما توصل له فعلا. ما هو انت لازم تتكلم يا رضا، ولا انت مش معايا ولا ايه؟ يا اخي ده انت قديم برضه فاهم اللعبه. لعبه؟ هي ارواح الناس ومصايرهم بتسموها لعبه؟ انت يا ابني ليك دورك. تجيب مقالات وتكتبها وتدور على الحقيقه اللي انت عايز تعرفها وتهاجم زي ما انت عايز. واحنا برضه من حقنا ان احنا نجيب المقالات دي ونقراها ونفهمها ونهاجم علشان نعرف الحقيقه اللي احنا عايزينها. مش كده ولا ايه؟ ولا احنا يعني بنقبض مرتباتنا دي من جيب الشعب على الفاضي؟ مش كده ولا ايه؟ مين فينا هجومه اقوى؟
احنا ولا انت؟ ومين فينا اللي هيكسب في الاخر؟ هي دي اللعبه. انتوا مش بس خربتوا البلد، انتوا بوظتوا نفوس الناس وضميرهم باعمالكم الوسخه. واضح سعادتك ان رضا مش ناوي يكمل اللعبه. مين قال لك يا علي؟ بالعكس، ده رضا ده شاب كويس قوي وهيتكلم وهيقول كل اللي هو عارفه وكل اللي هو وصله. بص يا رضا، انا هقول لك كلمتين يا ابني. القضيه دي لا بتاعتك ولا بتاعتنا ولا تهمنا ولا تهمك في شيء. القضيه دي بتاعت ناس تانيين خالص، وانت بس كل الحكايه اللي دخلت مناخيرك فيها، واحنا جبناك هنا علشان نأدبك ونعلمك ونربي ونرجعك تاني. اعمل اللي انت عاوزه يا عافية. عموما اطمن سعادتك، انا هكثف البحث عنها تاني في محيط علاقاتها، وخصوصا مع الواد المحامي اللي ماشيه معاه اليومين دول. لازم تتصرف بسرعه شوي، مش عايز اي مفاجآت. اطمن سعادتك، المفاجآت دي لعبتنا احنا. اه لعبتنا، بس في ناس كتير دخلت اللعبه وبتتصرف بغباوه، وده اللي مخوفني. ارجوك يا ليلى، اصلك ما شفتيش الموقف كان عامل ازاي. انا في حياتي ما تعرضتش لموقف عامل كده. لانك ببساطه عمرك ما سمحتي لنفسك انه يبقى ليكي علاقه، تكتشف بعدين انه كان يعرف ناس قبلك ويحاول ينهي معاهم علشانك انت. ليلى انت بتبرري له. انا مش ببرره، واضح من كلامك ان البني ادمه دي واحده مجنونه. وبعدين مواقف زي دي بتحصل كتير، ده اللي انا عايزاكي تفهميه. انا غلطانه اني سمحت لنفسي من الاول ان اعمل حاجه زي كده. فاكره لما قلت لك ان حياتي ما ينفعش اي حد يدخلها قبل ما رضا يرجع واطمن عليه؟ انا ساعتها كان عندي حق. مش فاهم ليه؟ عشان كنت هلاقي عنده اللي يفهمني ويحس بيا. هو اللي عمله أشرف ده عادي وبيحصل دايما ما بين الناس، ولا هو استهتار ولعب بالمشاعر يا ليلى؟ بجد فاهميني، أنا مش فاهمة حاجة. يا روبا طول الوقت الناس بتغفر، حاولي تاخدي الحياة ببساطة أكتر. هو ليه ما كانش واضح معايا من الأول؟ فاكرة كلامك عن الكذب والغش والخداع اللي انتي عشتيهم يا ليلى؟ فاكرة كان مؤلم قد إيه؟ دي حاجة أنا عايشاها كل دقيقة، مش محتاجة إنك تفكريني بيها. كده مش عايزاكي تظلمي نفسك واشرف معاكي لما تقارنيه باللي حصل معايا. كلهم واحد يا ليلى، مفيش اي فرق. روبا اشرف بحبك، انا شفت ده في عينيه ومصدقاه زي ما شفتيه في عينين جمال وصدقتيه برضه، صح؟ انا اسفه، انا معرفش قلت كده ازاي، انا اسفه بجد. ما تتاسفيش على حاجه، ليكي حق فيها. اللي حصل لك مع جمال ده مش معناه ان انت كنتي غلطانه في مشاعرك ناحيته ابدا، هو اللي ما كانش يستحقها يا ليلى. أنا كمان أشرف ما كانش واضح معايا، مخبيش عليكي، أنا بدأت أحب وأتعلق بيه كل مرة أكتر من اللي قبليها. بس أنتي بقى ما شفتيش شكله لما البني آدمة دي جت، ما كانش شكل اتنين بتجمعهم علاقة عادية أبدا، في حاجة أكبر من كده أنا متأكدة. بعدين أنتي ما شفتهاش كانت بتكلمه إزاي، دي كانت بتكلمه على إنه حقها اللي مش ممكن تسيبه لأي حد. وبعدين يا ليلى أنا مش مجنونة، أنا شفتها قبل كده عنده في المكتب. طب ما تدي لنفسك فرصة وتسمعي هيقولك عنها ايه؟ أنا خلاص ولا عاوز أسمع عنه حاجة ولا عنها. حاضر زي ما انت عايزة. هو انت هتمشي زعلانة؟ انت بتستعبطي يا بنت، مفيش ما بيننا زعل. أنا عندي ميعاد مع السفير سالم. طب هتمشي كده من غير ما تسلمي عليا وتبوسيني يعني؟ يلا تعالي. باي حبيبتي. باي حبيبتي. اديني مبرر واحد لتصرفك بالطريقه دي يا سالم. عارف لو قلت لي ان الورق ده اتسرق منك هصدقك لانه كلام مقنع، لكن انك تسلمه بايدك الاوراق اللي توديك في 60 داهيه اهو ده اسمه جنان. يا سلام، واللي عملناه زمان ده كان ايه؟ عين العقل. اه دي مراجعه للنفس. سياده سفير بيراجع تاريخه، طبعا ده شيء عظيم ومن حقك، لكن لو كان التاريخ ده ملك ليك لوحدك مش كلنا مربوطين فيه.
انا حر يا ابو العزم. لا ما انتش حر يا سالم. ما تزعقش، ما حدش يجبرني اعمل حاجه انا مش عايز اعملها، وكل اللي عملته زمان ده كان بارادتي، واللي هعمله دلوقتي برضه بارادتي. ممكن تستناني؟ انا مش هتاخر اكتر من نص ساعه. مش انت اللي هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ الظاهر ان انت نسيت نفسك يا سالم ونسيت انا مين. او عيدك وامشي اطلع بره. انت اللي هتطلع بره المره دي بارادتك زي ما انت عايز. ايه الصوت ده؟ في حد بره يا فندم؟ ارجع بسرعة شوف مين! بسرعة! اتحرك بسرعة! بسرعة! شفتي الجرايد كاتبة ايه النهاردة؟ شفت، بس أكيد بدير الكلب هو اللي سرب الخبر قبل ما يغور في ده. خلاص يا فريال، الفضيحة بقت بجلاجل. كل الناس عرفت اني اتسرقت، والاوسخ اني مش عارف اجيب حقي. حاجة كده زي اللي ماشي في وسط الناس قام واخد بالقلم على قفايا مرة واحدة. ما بقتش فاهم الناس بتتفرج عليا ولا بتتفرج على ضربني، صعبان عليهم ولا شمتانين فيا. معاش ولا كان يا بيه، ممكن تروق بليز؟ عرفت ان نور خرج؟ عرفت، في كذا واحد قال لي. بس اللي ما تعرفوش بقى ان هو عمال بيشتري في اراضي زي المسروع. هي حتة أرض واحدة دخل فيها زي لهبل جاتونيلة، خارج من السجن بيرمي فلوسه في القضايا والمشاكل. إزاي؟ مش قصدك على حتة الأرض بتاع كورنيش المعادي اللي كانت بتاعت الشيخ أحمد الوردان؟ الدولة حاجزة عليها واخدها منه مديونيات بنوك. لا هي هترجعها له ولا هو هيدفع. كلها بس العملية تقدم شوية وهيلهاها في واحد من الكبار. علا هي اللي سجلت الأرض باسمها، وكل المشاكل اللي انت بتتكلم عليها دي خلصت في يوم وليلة. ازاي؟ زي الناس، نوع خارج يسلك نفسه صح. فريال، يكونش قصدك ان هو اللي ايه بيبي؟ عقل، هي محفظة ضاعت في الضلمة هندور عليها في النور ولا ايه؟ امال قصدك ايه؟ فهميني، اتخنقت. قصدي ان نوح واللي زيه هما اللي على الحجر اليومين دول. والحق بقى صلح معايا، اكسبه بدل ما تعدي. اكسبه؟ انت ناسي ان هو كان هيبوس رجلك عشان تشاركه؟ ايوه، بس ازاي هيحط ايده في ايدي بعد اللي حصل؟ هفهمك. معلش معلش يا قلبير، نشكر الرب يا ابني على انها جت على قد كده. شفت عملوا فيا ايه يا ابويا؟ بس انا مش زعلان، انا كنت حاسس من الاول انهم يراقبوني. طب ازاي حصل لك كل ده وما تقوليش؟ اهو بقى ده اللي حصل، مش عايز اخوفك، بس انا اتاكدت ان انا ماشي صح واني قربت للحقيقه، وده اللي خوفهم وخلاهم يعملوا معايا كده. خلاص يا كبير، خلاص يا حبيبي، الحقيقه اللي كنا عايزين نعرفها عرفناها، انتهينا خلاص. يعني ايه يا ابويا؟ يعني يا ابني اللي بيدور على حقه في البلد دي ما بياخدوش، بيسيبه. عشان كده اللي بيحاول يدور على حقه بيعملوا معاك. كلامك ده زي مارلين بالظبط، كلامكم دوت بيقويهم هم وضعفنا احنا. خلاص يا انا مش عايز حاجه. يا قلبير، انت اللي فاضل لي في الدنيا بعد امك واخوك. انا يا ابني مش مستعد انك انت تروح مني. مين يا ابني اللي هيدفني وهيحضر القداس بتاعي؟ اهدى يا ابويا، ارجوك اهدى. طب اسمعني يا قلبير، ارجوك يا ابني، سافر لمراتك، امشي من هنا، ابعد عني وسيبك لوحدك. ايوه سيبني انا كده يا ابني، هبقى مطمن اكتر، ولو حصل لي حاجه الجيران هيبلغوك. بس ابعد عن هنا، ابعد عن النار اللي احنا عايشين فيها، ابعد يا قلبير ابعد. يا ده هذا الشر عليك. سعادتك، ده اصل الايداع. هايل، قلت لي المبلغ هينزل في الحساب امتى؟ يعني اربع ايام عمل، الجمعة والسبت دول مش محسوبين، يعني على يوم الحد بكتير ان شاء الله. يعني قبل كده لو تشيك الحساب
ما يظهروش خالص. لا يا علي بيه، التحويل مش هيكون لسه تم. اوكي ميرسي. العفو يا فندم، شرفتنا. ما انا قلت لك يا كومي دور في الناس القريبين منك وانت ما سمعتش كلامي. طب ما ترسيني يا جمال وتقول لي قصدك مين بالظبط. بدير ما اتكلمش، وفي ريال انا اتاكدت بنفسي ان ملهاش علاقه باي حاجه. وانت اللي خلاك تفكر في فريال؟ كلامك بس. اسمع جمال، فريال دي انت واحده تعرفها كويس جدا، طليقتك وام ابنك، واكيد طبعا عارف انها انسانه مش سهله، وبالبلدي كده بيقولوا اللي يهون عليها ابنها يهون عليها اي حد. ولما انت عارف كل ده عن فريال، ازاي عايش معاها ومطمن لها؟ اسمع يا كومي، انا مش عايز اسمع رد، دي حياتك كنت حر فيها، بس اللي عايز اقوله لك دور ورا كل اللي حواليك، اكيد هتوصل لحاجه. انا بعمل كده فعلا. طب كويس جمال، زيارتك دي طبعا مش عشان تديني نصيحه وتمشي، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان. نوح السباعي، انت شاركت نوح وهو جوه السجن، والحكايه اتفضحت وكل الجرايد كتبت عنها. حصل. وعشان الكومي يشارك واحد زي نوح والظروف اللي كان بيمر بيها، لازم يكون مطمن له ومالي ايده منه، واكيد عارف عنه كل حاجه، مش كده؟ طبعا. طب كويس، انا عايز اعرف بقى الملف ده كله، عايز اعرف تفاصيل عن نوح هو نفسه ما عرفهاش عن نوح. وماله؟ هقول لك كل اللي انت عايز تسمعه، ولو ان اللي هتسمعه مش جديد وكل اللي في السوق عارفينه. يبقى انت بقى ما فهمتنيش يا كومي. فاهمك يا جمال، فاهم قصدك كويس قوي، بلاش. وهقول لك على اللي مش ممكن تسمعه من اي حد في الدنيا غيري. ولا سامعك يا كومي. نوح السباعي واحد عارف حجمه كويس قوي قد ايه، وعارف كمان هو محسوب على مين. بذكائه الفطري قدر يعرف انه لو فضل في مكانه مش هيطلع لقدام ابدا، فطول الوقت عمال يفتح في سكة. انا كنت سكة منهم، حاول يشوف وسائل كتير عشان يشتغل معايا. بصراحة انا ما كانش فارق لي، لحد ما اكتشفت انه استرى لناس مهمين جدا، بطريقة ما قدر يقنعهم انهم يستغلوه صح. ومين الناس دي؟ ابا كداب لو قلت لك انا اعرفهم كلهم. مش لازم كلهم، اقول اللي تعرفه. اللي عرفوا منهم واحد اخطبوط علاقات، وهو همزة الوصل بين نوح وبيت الناس. واسمه ايه الراجل ده؟ المهدي حسين. ايه ده؟ انت تعرفه ولا ايه؟ اعرفه. هو عايش فين دلوقتي؟ ملوش مكان معين، بيتنقل بين كذا بلد. ماشي يا كومي. ناوي تعمل ايه بعد كده يا جمال؟ ده بقى مش شغلك. ولحد ما ترد الجميل اللي عليك ليا، ترد على اللي عايز اعرفه بس. وبعد ما ارد اللي عليا برضه هترد على اللي عايز اعرفه بس. الله، فين بقيه الحاجات؟ ما جاتش ليه؟ هو مش لسه العزومه بالليل يا ام سحر؟ لازمتها ايه الصربعه دي بس؟ يعني راح اقول للمدام منى الكلمتين الساقعين اللي انت بتقولهم دول؟ لا، وعلى ايه؟ هنتصل بالسوبر ماركت دلوقتي ونستعجل. يلا. حاضر. ها، ايه الاخبار يا ام سحر؟ كله تمام يا حبيبتي، عايزاها اكتر من تمام. سعادتك ده اللي تعودنا عليه مع سعاده السفير الله يرحمه، نسافر الخميس الصبح ونرجع السبت بالليل. بس انتوا رجعتوا لحد الصبح. حصلت مشكلة عندنا في البلد وكان لازم استنى. ابراهيم اللي شغال هنا برضه اضطر يتأخر. هو كلمني يا باشا وقال انه عمال يكلم سعادة السفير وما بيردش عليه، وانا كمان كلمته كذا مرة وبرضه ما بيردش. طب روح انت. حاضر حاضر. اهلا اهلا وسهلا زنبي. ازيك يا شريف؟ اللي سمعته ده حقيقي؟ فعلا جريمة قتل مقترنة بسرقة، واضح انها جريمة سطو عادية. ولما هي جريمة سطو عادية هيسيبوا طقم اقلام عيار 24 مش هياخدوه؟ بتفكر في ايه يا زنبي؟ يعني اهلا يا زنبي، اي خدمة اقدر اقدمها لك؟ السفير بهجت سالم كان صديق، والخدمة اللي تقدر تقدمها لي انكم توصلوا للي عمل كده في اسرع وقت. طالما بتقول بقى صديقك
يبقى احنا محتاجين لك تساعدنا عشان نوصل للحقيقه في اقرب وقت. بس لما نستدعيك في تحقيق رسمي مش هنا. يوه مش معقول لسه نايم لحد دلوقتي. هو مين؟ هيكون مين يعني؟ جمال عايز أأكد عليها جونت الليله دي. ما اظنش هيجي. ما يقدرش ما يجيش. يا سلام وللثقه دي. اولا عشان دي عزومه معموله مخصوص عشان مراته. ثانيا جمال راجل بيفهم في الذوق. ما ينفعش ما يجيش عزومه معموله مخصوص عشان. ثالثا بقى وده الاهم جمال من يوم ما عرفته عمره ما رفض لي طلب. وايه اللي بقى طلبتيه منه وما رفضوش؟ اكيد مش هفتكر يعني. حاجه مثلا طلبتيها مني قبل كده ما عملتهاش. وانت تقدر ما تعملش حاجة طلبتها منك؟ أنا اللي بسألك، أنا اللي طلبتيه من جمال. مش كل حاجة في حياتنا فيها جمال جمال. أظن بقى من حقي أفهم. حياتنا؟ أنت هتمثل يعني ولا إيه؟ دي مصلحة وإحنا الاتنين عايشينها. بس الفرق ما بيني وما بينك إن أنت مستفيد منها أكتر مني بكتير. مش كده ولا إيه؟ في ايه يا مان؟ في ايه؟ انت تزعلي مني لما اهتم بيكي. بقول لك ايه؟ كفايه قوي كده عشان بتخنق. تليفونك كان بيرن على فكره. سيبك دي منى. انت عايزه ايه الصبح؟ عامله عزومه عشان براءتي يعني. اه ما قالت. طب انت ايه مشكلتك؟ لا ما عنديش مشكله. سيبك بقى وكمل لي. روبا دي ايه النظام؟ هات لي كده من الاخر. اجيب لك من الاخر؟ اه. بس ما تتريقش. يا عم قول. روبا دي غير كل البنات اللي عرفتها. يا عم ما بهزرش دلوقتي يا جماعه. يا ما تصعش عليا. يا عم والله زي ما بقول. بقول لك يا اشرف انا عندي مبدا. البت اللي تقابلك من اول مره وتفرض احترامها عليك وتخليك قايم من غير ما تفكر فيها كده ولا كده يبقى البت دي تمام. ايوه هي ربع عمل كده بالظبط. طب انت مستني ايه؟ هي راح خطوبه يعني؟ انت صغير؟ ايوه بس بس ايه؟ اجي معاك؟ يا عم تيجي معايا فين؟ انا بس لسه بفكر يا جماعه. فكر براحتك بس لو طولت خلي بالك البت دي لو طارت منك مش هتلاقي زيها. انا قوم البس. مش فاهم يعني ايه مش هم يا شوقي؟ مين بيدخل الفيلا غير الغفير والسفرجي؟ الناس دول يا فندم رجعوا الفيلا النهارده الصبح وانا بنفسي اتاكدت من ده وبلغوا عن اللي حصل الساعه 7. مش مهم بلغوا الساعه كام، مين غيرنا اللي دخل الفيلا ومين اللي هرب في التاكسي. بقول لك ايه، انا عايزك تراجع الموبايل بتاع بهجت سالم وتعرف مين اللي اتصل بيه وحدد معاه ميعاد. هرتب ده يا فندم وهيكون في تقرير جاهز لسيادتك النهارده. وباسرع ما يمكن وتعرف لي هو مين وتنفذ. تحت امر سعادتك. ومش عايز ديول زي كل مره. قول لي اخبار البيت المهندسه ايه؟ خلصوا تحقيق معاها في الشركه يا فندم وادوها اجازه مفتوحه. كده يا فندم مش فاضل على الموضوع غير حركه صغيره مننا. محضر التحريات كامل؟ بصوت الصوره يا فندم. عاوزك تديني ظابط من بتوعي يذاكره كويس ويقدمه باسمه. بعد كده النيابه تشوف شغلها. تمام سعادتك. صحيح يا منى ان انتوا مكملين برنامج ليلى المحجوب؟ اه طبعا عادي مكملين، هو جرى ايه يعني؟ امال ايه الكلام اللي احنا سمعناه انها مشيت ومش هتشتغل تاني؟ اشاعات يا حبيبتي، هي اللي مطلعاها عشان ترفع اجرها. للدرجه دي؟ اه طبعا للدرجه دي، بس حرام المشكله بقى ان ورا محطه طلبتها تيجي. معقوله؟ امال انت فاكره ايه؟ طيب عن اذنكم بقى يا جماعه عشان عندي كام مشوار مهمين لازم اعمله. ايه ده، هي مش في ريال اللي هناك دي؟ اه هي. هي ما كانتش بتيجي ليه؟ أصلها عايشة في الدور. طب استنوا بقى لما أحرق لكم دمها شوية وبصوا على وشها بعد ما أمشي. إيه ده؟ فينك؟ ما بتجيش النادي ليه؟ مشغولة في إيه كده؟ لا أنا بصراحة زهقت من النادي باللي فيه. أنا قلت يمكن مشغولة في حاجة جد ولا حاجة. ولا يمكن حامل. حامل؟ أخصى عليك يا ماما. بقى عايزاني اجيب بيبي واسيبه للشغالات يربوه.
مش اخلاقي. طب بقول لك ايه، انا عامله حفله النهارده عندي في البيت لجمال، تحبي تيجي؟ لجمال؟ قال جمال مناسبه براعته، ولو انه موصيني انها تبقى حفله خاصه. ويا ترى بقى علي جاي ولا عنده حفله خاصه؟ اخسى عليك يا فريال، وانا يفرق معايا برضو وجود راجل ده يريحني. صدقيني في حاجات انت ما تعرفيهاش، لو عرفتيها مش هترتاحي خالص يا منموني. ربا انت مش عارفه انت ايه بالنسبه لي. يا ربا انا جايلك دلوقتي عشان عايز اتقدم لك. ايوه يا ربا، انت الانسانه اللي كنت بتحجج ان انا عمري ما الاقيها في حياتي، وفجاه لقيتك وغيرتي كل حاجه في حياتي. عايزاني اسيبك بسهوله؟ لا يمكن. انت مصدقاني ولا لا؟ انا عارف يا ستي ان اللي حصل يوميها كان موقف سخيف، بس دي بني ادمه مجنونه، وبعدين دي مرات واحد صاحبي. عارفه يعني ايه مرات واحد صاحبي؟ يعني لا يمكن يبقى في حاجه بينا، مستحيل. ايوه اشرف، بس مفيش بس. وبعدين اللي بيحب بيغفر اي حاجه، حتى لو كان موقف اكبر من كده بكتير. بجد يا اشرف فعلا الكلام ده؟ طبعا يا ربا طبعا. انت عارف ان انا بحترمك جدا، وما انكرش كمان ان انا بدات اتعلق بيك، وان انت بقيت اهم شخص في حياتي. بس زي ما انا ما اعرفش عنك تفاصيل كتير، انت كمان ما تعرفش عني تفاصيل. عايز تقولي ايه يا ربا؟ انا كنت على علاقه بشخصين، طارق ابن خالتي كنت بحبه وهو بيحبني، كنت كمان بطمن له، عمري ما تخيلت انه هيخون الثقة. بس للأسف بقى حصل اللي ما كنتش أتمنى انه يحصل. فضل يطمني يقول لي ما تخافيش أنا معاكي، كل اللي حصل هيتصلح. بس فجأة لقيته اختفى من حياتي، سافر، جاله عقد عمل بره، ومشي من غير ما يقول لي اي حاجه. عشان كده انا كنت بحاول اسيبك وابعد عنك، ما كنتش عاوز اخدعك زي ما انا اتخدعت. يا باشا انا من ساعه ما سمعت الخبر وانا مش عارف اتلم على روحي. السفير سالم يتقتل. يا عم نوح انا جايبك هنا النهارده برضه عشان المك. يعني ايه يا باشا؟ يعني انت بالنسبه لك الحكايه دي عهدي كده؟ عايز خالص. ايه يعني؟ جريمه قتله بتحصل كل يوم. وبعدين عيب يا راجل، ده انت قديم برضه يا نوح. وافرض ان الحكايه دي كانت متدبره، افرض ان اللي راح ده راح وهو عارف عنده ايه. بلاش دي، افرض انه حد من العيال العراقيين بتوع زمان. عراقيين ايه يا راجل يا خرفان؟ هو انت حد فاكرك ولا عارف انت بتشتغل ايه؟ امال اللي حصل ده حصل ايه؟ هفهمك انا. سالم كان قلقان في اخر كام يوم، وبعدين اتصل بيا ورحت اقابله عشان اطمنه، بس الظاهر ان هو ما حكاليش على كل اللي حصل معاه. ما حكالكش على ايه يعني؟ حد يكون بيهدده مثلا؟ فاكر الضابط اللي سافر بغداد علشان يخرجه لما اتخطف؟ اه، بس الضابط ده كان واحد من رجالتك وزميل علي المير. كان واحد من رجالتي وزميل علي المير، بس اتمرد علينا. ازاي يعني؟ يبدو ان هو كان على صله بسالم من ساعتها. وبعدين؟ وبعدين حد اشتراه وطلب منه ان هو ينفذ العمليه. والظاهر كده وفيما يبدو ان هو لقى بعض الاوراق، واحتمال يتصل بيك ويساومك عليها. يساومني؟ دي تبقى سند ام سودة. لو قلت لي الظابط ده اسمه يا باشا؟ جمال الجبالي. جمال؟
الوش الجبلي ده يبقى طريق مرات الكومل. يخرب بيته، هو الراجل ده هيطلع لي في كل مصيبه ولا ايه؟ مصيبه ايه يا نوح؟ اوراق الشركه اللي بيني وبين الكومل والفضيحه اللي حصلت. يا راجل جمال الجبالي اكبر من كده. انا قلت يمكن يعني احب انبهك ولا حاجه لا يحصل حاجه. ماشي ماشي يا باشا.